نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في أثناء دعاء القنوت عندما يقول الإمام: أنت أحق من ذكر وأرأف من ملك، يقول: فهل يقول المأموم سبحانك سبحانك؟ كيف؟ يقول: إذا في دعاء القنوت عندما يقول الإمام في دعائه: أنت أحق من ذكر وأرأف من ملك، يقول: فهل يقول المأموم سبحانك سبحانك؟ نعم، يقول سبحانك سبحانك، هذا ذكر من أشرف الأذكار، التسبيح والتهليل من أشرف الأذكار. من الذي يمنعك أنك تسبح ربك؟ من يمنعك عن هذا؟ نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.